بتحب عبد الحليم جدا. مصر في ثلاث أهرامات فنية بنوا مصر موسيقيا، أستاذ عبد الوهاب من وجهة نظري الشخصية المتواضعة، ست أم كلثوم، الأستاذ عبد الحليم. دول أهرامات كانوا بيشكلوا نسيج الوطن العربي فنيا. قول لي بقى الناس ايه ليه بتقول دايما انك انت عشت محن كتيره من طفولتك؟ احكي لي بقى ايه الحكايه بالظبط، يعني ايه نوع المحن والالام اللي انت عشتها وفي الاخر وصلت اللي انت فيه النهارده كفنان ازاي رغم هذه المحن؟ احكي لي. بدايه انا يعني انا من اسره بسيطه جدا، انا بنتمي لصعيد مصر تحديدا محافظه بني سويف. والدي راجل موظف في احد الشركات الحكوميه الله يرحمه يا رحمه الله عليه، طبعا يعني لا يخفى على احد الصعايده بيحبوا الخلفه جدا. فاحنا كنا 16 اخ، توفوا 8 وعاشوا 8. مرتب والدي رحمه الله عليه كان يعني بسيط جدا، فكنا عايشين حياه صعبه قوي. يعني من ضمن المواقف اللي انا افتكرها لوالدي رحمه الله عليه، والدي كان بيشتغل نظام وردي في المصنع، بيتغير كل اسبوع ورديه شكل. ففي يوم كان بيشتغل ورديه من 3 ل 11، اسمها من 3 العصر ل 11 بالليل، فرجع حوالي 11 ونص 12 الا ربع بالليل، كان شتاء. فطلب من والدتي اكل، ف يعني للاسف ماما قالت له يعني ما فيش الا طبق واحد بصاره، بصاره دي ما يعرفهاش الا جماعه الصعيد يعني. ليه كلنا يا اخويا نعرف البصاره؟ يعني ففيش الا طبق بصاره، والطبق ده انا شايلاه للعيال عشان ياكلوا الصبح. والله يعني رحمه الله عليه يعني جاب بصلايه وقسمها قطعها وحط عليها ملح وشطه وعيش وكلها. فالموقف ده يعني انا صعب عليا بابا جدا، كنت انا صغير يعني، صعب عليا جدا، بس حسيت قد ايه انه عظيم. قررت اني اشتغل، لازم اشتغل، كنت بدرس، كنت في سنه رابعه ابتدائي، قررت اني اشتغل. فنزلت اشتغل بقى اي حاجه، اي شيء ممكن انا اقدر اتكسب منه رزقي بالحلال كنت بعمله. بصوره والدك ووالدتك صح؟ انت معاك والدي رحمة الله عليه والحاجة ربنا يديها العمر يا رب إن شاء الله يعني. بعدين فقررت إن أشتغل يعني. اشتغلت إيه؟ كل حاجة بقى يعني، كان لو أروح أشيل بلاط كان حاجة اسمها المتر بلاط، 24 بلاطة، البلاط اللي هو المزايكو القديم ده، البلاطة قد كده، كنا بنطلع المتر ب 25 قرش. اشتغلت نجار واشتغلت حداد واشتغلت نادي على العربيات، بس ما كنتش قابل اني اشوف ابويا يعني في الوضع ده يعني. بس دي رجوله منك يعني الحقيقه، مش يعني لما الابن يلاقي الاب في محنه زي كده ويبقى هو راجل كمان، ف ده شيء يعني. الاصعب انه كان بيتخانق معايا، كان رافض انك تعمل كده، مش عايزني، يقول لي ما تهنش نفسك. لانه هو كان شايف فيا، انا كنت متفوق دراسيا جدا، كان شايف فيا حاجه تانية خالص. فانا بس مش قادر اسيبه كده، مش قادر. والحمد لله، الحمد لله يعني الى ان توفقه الله انا كنت في كتفه الحمد لله، ما سبتوش. بس طفل يعني في رابعه ابتدائي بيشتغل بيشيل بلاط، بيشتغل من نادي سيارات، بس اكيد جواه كان في حلم تاني، كان نفسه يبقى حاجه تانية. طبعا انا كان حلمي اكون دكتور. كنت اتمنى اكون دكتور بشري، وكنت بعمل على ده جدا، لكن سبحان الله الحياه ما بتديكش كل حاجه، وممكن تلاقي مصيرك بتغير مش بايدك يعني. كنت اتمنى اكون لاعب كره، دكتور، كان ليا مثل اعلى، كان دكتور بيلعب في النادي المقاولين اسمه الدكتور علي شحاته، كنت واخده قدوه، كان دكتور ولاعب كره متفوق، كان بيلعب في المنتخب كمان. طب انت ليه ما لعبتش كوره؟ ما هو ما لعبتش كوره دي بسبب ان انا اشتغلت انادي على عربيه. وبعدين؟ كنت واقف على سلم العربيه، عربيه من جت العربيه اللي انا بنادي عليها وقفت فجاه، دخلت عربيه من ورا فيا، فالسلم بتاع العربيه الحديد اتطبق على رجلي، فجابوا المنشار اللي هو اللي بيقطع الحديد ده قطعوه عشان يخرجوا رجلي منه. قعدت سنه وتسع شهور في الجبس، فده اضع على مستقبلي الكروي، لان انا كنت من ناشئين النادي الاهلي، رحت قدمت واختبرت ونجحت الحمد لله رب العالمين، انا من عشاق النادي الاهلي يعني. حلمي برضو في دي حتى ما اكتملش يعني. كم الاحباطات دي كلها الواحد شاب صغير جدا ممكن تخلق جواه شعور بايه؟ بالرضا. بالرضا طبعا.